اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق الاول لكره اليد سيدات واللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن يحيى. اهلا بك يا كابتن هيثم، ربنا منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك. برحب بلاعيبه الفريق ليلى هيثم اللي منورانا النهارده في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ليلى. اهلا بيك يا كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، جهزنا تقرير عن الفريق الفتره اللي فاتت، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن يحيى يوسف في فرض سيطرته على أرقام المرحلة الأولى من دوري العمومي للموسم الحالي 2021-2022. فسيدات المارد الأحمر استطعنا الفوز في كل مباريات المجموعة الأولى بعد اكتساح الجميع والفوز في 18 مباراة بدون هزيمة أو تعادل. وكرر الفريق الفوز على كل من مركز شباب شتة الأنعام، الترسانة، اتحاد الشرطة الرياضي، منوف الرياضي، هيليوليدو، 6 أكتوبر، سموحة، الطيران، والشمس ذهابا وإيابا. وكان الشياطين الحمر أصحاب أقوى هجوم في هذا الدور بعد تسجيل 697 هدفا، كما استطاع الدفاع أن يكون الأقوى بعد تلقيه 265 هدفا فقط، بالرغم أن سيدات القلعة الحمراء خضن 18 مباراة، فيما استقبل سبورتينج السكندري وهو متصدر المجموعة الثانية 271 هدفا بالرغم من خوضه ل 16 مباراة فقط في المرحلة الأولى، بسبب أن مجموعته كانت تضم 8 فرق فقط إلى جواره. وتأهل رفقة النسر الأهلوي للمرحلة الثانية من الدوري فريقا الشمس والطيران من المجموعة الأولى، وأندية سبورتينج، الزمالك، الجزيرة من المجموعة الثانية. ويسعى الجهاز الفني لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي للهيمنة على بطولات الموسم المحلي مثل ما حدث الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية عقب التتويج بدور العمومي وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة.